كم تيست من بحث مجموعة التعريف خصوصي الجرافيك اللي هو السنة الماضية، وإذا طلبت تقريبا إنه شي 20 سؤال كان على الجرافيك. من ضمن الأسئلة إنه هي تشمل الخط البياني للتابع، يعني يعطينا التابع يطلب منا شو هو خطه البياني، فنحاول نحل أغلب التستات الموجودة بالبحث هذا. بلش بالتست الأول، السؤال الأول عبقول لي أي من الطوابع الآتي هو ليس تابع زوجي؟ ليس تابع زوجي يعني إنه لازم يكون تابع شو نوعه؟ لازم يكون تابع تيك فانكسيون، إنه هو تابع فردي لازم يكون، هذا تابع زوجي وهذا زوجي وهذا زوجي وهذا زوجي. بقي عندي هذا الوحيد اللي هو الفردي اللي ما بحقيقة الخاص هاي، هذا التابع الوحيد اللي ما بحقيقة الخاصة هاي. السؤال الثاني أسئلة بسيطة طبعا، عبيل لي أي من التابعات هو تابع تك فانكسيون، يعني بدي أحقق العلاقة هاي اللي هي اف ناقص اكس لازم يساوي ناقص اف اكس، اف ناقص اكس لازم يساوي اف اكس ناقص اكس يساوي ناقص اف اكس. هذا ما بيصير، وهذا بيصير، هذا لا وهذا لا وهذا لا. إذا تأكدنا منه لهذا مثلا شو بيصير؟ ناقص اكس تساوي ناقص خمسة، ناقص اكس أس خمسة ناقص ناقص اكس أس ثلاثة، وتساوي ناقص اكس أس خمسة زائد اكس أس ثلاثة، وتساوي ناقص اكس أس خمسة ناقص اكس أس ثلاثة، وتساوي ناقص اف الاكس. طيب حقق الخاصة معناته هو تابع التيك فانكسيون. السؤال الثالث عم بيقول لي أين من الطوابع الآتي ليس تابع لا زوجي ولا فردي؟ هذا تابع زوجي وهذا تابع فردي وهذا تابع زوجي وهذا تابع زوجي، هذا الوحيد اللي هو ليس لا زوجي ولا فردي. إذا عوضناهم نتأكد منه مثلا في ناقص إكس تساوي خمسة بناقص إكس زائد أربعة بتساوي ناقص خمسة إكس زائد أربعة. هذا لا يمكن كتابته لا بالشكل هذا ولا يمكن كتابته بالشكل إف إكس، هذا هو ليس تابع فردي وليس تابع زوجي. السؤال الأربعة عبقول لي أي من الطوابع الآتي هم شفت هم تيك فانكسيون، إنهم بيعتبروا تابع فردي وزوجي من آن واحد. طبعا الحالة الوحيدة هو إني آخذ هاد اللي هو الصفر، اللي هو بحسن بكتب أنا هون إكس الصفر أو إكس أس اثنين بحيث يطلع معي شيفت، أو بحسن بكتبه إكس أس واحد بحيث يطلع معي تيك، يعني الحالتين بتصير. هذا الحل الوحيد إنه يمكن تصير، الأغلبية ما راح يصير عندي. طبعا هذا شيفت وهذا شيفت وهذا عندي يا ما بيصير لا فردي ولا زوجي، يعني بيشمل تنتين مع بعضهم، وهذا عندي يا تابع اف ناقص اكس. نشوف شو طلعنا، اف ناقص اكس تساوي اي اس ناقص اكس وتساوي واحد على اي اس اكس، راح يطلع ابدا ما راح يطلع انه هو ناقص اف اكس او انه يطلع اف ناقص اكس اف اكس. كمان هذا لا زوجي ولا فردي السؤال، وهذا نفسه. ولا عندي الخيار الوحيد اللي هو انه الصفر، اني بعد اللي بحط له هذا اكس تربيع او بعد بحطه اكس اس واحد، يعني بعد اللي بحطه شيفت او بعد اللي بحطه اكس اس واحد. سؤال خمسة أربعة، سؤال خمسة عم بقول لي أي من الطوابع الآتي هو شيفت فانكسيون جرافيك بده التابع، بده رسمته للتابع الزوجي. التابع الزوجي ميزته إنه هو متناظر بالنسبة للمحور واي، يعني هاي الواي هون موجودة أي نقطة، ما هو ميزته إنه إف ناقص إكس يساوي نفسه إف إكس. شو يعني الكتابة هاي؟ يعني إنه الناقص سلام ثلاثة والزائد ثلاثة إلهم نفس الواي، اثنيناتهم إلهم نفس الواي،
هاي إذا طلعت عليها مثلا من هون، هاي كانت 3، معناتها كمان بالجهة الثانية لازم تكون 3 لأي نقطة. إذا كانت مثلا اف ناقص زائد 2 هي نفسها اف ناقص 2، الروايات نفس بعضهم بيكون مثلا، لذلك بيطلع موديله متناسق بالنسبة لمين؟ لمحور الواي واي، بيكون موجود عناصرهم موجودة نفسها موجودة بعناصرهم متقابلة يعني. مين في عندي هون شكل حقيقة الشكل هذا؟ هذا ما بيصير، هذا ما بيصير، وهذا ما بيصير، روايات مين نفسها؟ شوفوا إذا خدت النقطة هلا هيك هي روايتها هون، ولكن هي روايتها هون، هي ما بيصير، وهذا ما بيصير، آخر خيار نشوفه، آخر خيار هو اللي بيصير. لاحظوا كل نقطة إذا أخذتها مثلا هي عند 3 وآيتها مثلا ناقص 1، بجي بطلع عند الناقص 3 كمان وآيتها ناقص 1. هيك الفكرة إنه أنا تكون عندي روايات متساويات في إكس وناقص إكس. هاي بالنسبة للجيف فانكشن. السؤال بعدها بيقول لي إنه من بيانات المتناسب بالنسبة لمحور الروايات، نفس السؤال يعني ما سألني إنه هو جيف، أقول لي إنه متناسب بالنسبة لمحور الروايات، يعني إنه هو تابع زوجي. يعني إنه هو إذا أخذت إف ناقص إكس تطلع نفسها إف الإكس. يعني إف ناقص 3 هي نفسها إف 3، يعني صورة أي نقطة بالجهة هون هي نفسها صورتها بالجهة الثانية، روايتها يعني. قال هذا ما بيصير، وهذا ما بيصير، وهذا ما بيصير، هذا تابع فردي طبعا، وهذا تابع فردي كمان، وهذا ليس فردي وليس زوجي، وهذا تابع كمان ما بيصير. ما في عندي غير الخيار اللي هو خيار شيف، تأكد من هذا. إذا ما بصير اف ناقص اكس تساوي القيمة المطلقة لناقص اكس ناقص 1، هذا ما راح اسحب منه الناقص ابدا. اذا سحبنا الناقص من هون بيصير عندي بيمشي حاله، يعني بيحسب مكتب الكتابة، هذا نفس الكتابة هي، ولكن اذا غير تابع ما بيمشي حاله معي، لذلك لا رح ما راح ينكتب معي لا بالشكل اللي هو ناقص اف الاكس ولا بالشكل اللي هو اف ناقص اف الاكس او ناقص اف الاكس. هاي سؤال 6. سؤال 7 نفس الفكرة تماما، اين معناته هو تابع زوجي، هذا تابع فردي ما بيصير، وهذا تابع فردي ما بيصير، وهذا تابع كمان فردي ما بيصير، فردي بزوجي هذا ما بيصير كمان، وهذا كمان في فردي بزوجي ما بيصير. هذا الخيار اللي هو ايه، هو الوحيد اللي بيحقق لي الخاصة هاي، تأكد منه كمان. يساوي 5 بناقص اكس تربيع زائد 1، وتساوي 5 اكس تربيع زائد 1 وهو نفسه اف الاكس، والعلاقة صحيحة. رقم 8 أقول لي أي من التوابع الآتية متناظر بالنسبة إلى المبدأ نقطة الأصل، هاي هي اللي أرجعنا بسموها نقطة الأصل. هاي نقطة الأصل يعني إذا عندي هيك مستقيم، هيك عندي هيك الخط الإحداثيات، هي نقطة الأصل. قال إذا باخذ أي نقطة مثلا من هون بيكون إلى وحدة تانية مقابلة بالجهة التانية، يعني كل إكس واي هي نفسها ناقص اكس ناقص واي الى نظير تاني بالنسبة لمين؟ للصفر صفر، يعني هاي ممكن مثلا 1 2، هاي شو بتكون النقطة؟ ناقص 1 ناقص 2، هيك مقابلة بالطرف التاني مباشرة. هذا التابع مين بيحقق لي الخاصة؟ هاي هو التابع او الدالة الفردية، اللي هي الدالة الفردية، يعني كان اف ناقص اكس تساوي ناقص اف الاكس، هاي معناتها متناظر بالنسبة إلى النقطة صفر صفر أو نقطة الأصل بسموها. يعني هلا دور فعليا، هلا السؤال بيقول مين هو التابع الفردي؟ تيك فانكسيون، تيك فانكسيون، إنهم بيناتهم، إنهم بيناتهم تابع تيك فانكسيون. قال هذا تابع زوجي، وهذا تابع زوجي، وهذا لو زوجي ولا فردي، وهذا التابع كمان صاير زوجي فردي. ما في عندي غير الخيار اللي هو البي، هو اللي حاطط فيه الخاصة، نتأكد منه كمان. اف ناقص اكس يساوي ساين 3 للناقص اكس، بيطلع الناقص خارج النسبة، يساوي ناقص اف الاكس، والعلاقة صحيحة، وبالتالي الخيار هو هذا صحيح. معناتها هلا إذا سوينا مراجعة كاملة بيقول لي مثلا، معناتها إذا كانت تيك فانكسيون اللي هو اف ناقص اكس تساوي ناقص اف الاكس، معناتها هذا متناظر بالنسبة
بس صفر صفر، النقطة صفر صفر. إذا قال لي اف الاكس تساوي اف ناقص اكس تساوي اف الاكس، معناتها هذا متناظر بالنسبة لمين؟ للواي، واي فتحة. شلون نعمل تناظر؟ شلون نعمل تناظر؟ يعني كل نقطة من هون إلى وحدة تانية هون، هاي بسموه التناظر. يعني المسافة من هون لهون قد المسافة من هون لهون، هذا بسميه التناظر. يعني نفس العملية إذا كانت هون، إذا عندي نقطة الأصل هي نقطة التناظر بيناتهم، معناتها إذا في كل نقطة هون موجودة في إلى وحدة تانية مقابلة هون، كل نقطة باخذها من هون في إلى وحدة تانية بالجهة التانية. رقم 8 خاص فيه. رقم 9 عم بقول لي اشهد هيك هنجي سي تيك فانكسيون، لانها من بيناتهم تابع فردي كمان، لازم نحقق نفس الخاصه اللي حكينا عنها من شوي، انه لازم تكون الصفر هي نقطه نقطه تناظر بيناتهم. يعني لازم تكون الصفر هي المنتصف بيناتهم، ليكن يعني كل نقطه من هون مثلا، هاي الواحد شو قيمتها؟ هاي مثلا واحد مثلا خمسه، لازم يكون لوحدة تانية بالجهة التانية اللي هي ناقص واحد ناقص خمسة. هيك هذا حتى يكون تابع تيك فانكسيون. كل وحدة إلى مقابلها، كل وحدة إلى مقابل لها، كل نقطة إلى مقابل لها، كل نقطة من هون إلى مقابل لها. هذا الوحيد اللي هو تابع التيك فانكسيون. النقطة صفر صفر هي المركز تناظر لهذين الخطين اللي عندي هون، حتى يكون تابع تيك فانكسيون أو دالة فردية. رقم 10 عم بيقول لي هذا المقدار اف الاكس يساوي اف الناقص اكس، معناتها انت تابع شيفت فانكسيون. اذا حقق الخاصه هاي معناتها تابع تيك شيفت فانكسيون، معناتها هذول كلياتهم بده يصير امثالهم صفر، هذا بده يكون امثاله صفر، هذا بده يكون امثاله صفر، هذول ما في مشكله لو تموا موجودين. اذا هذا صفر معناتها الار 2، عوضوا هون 2 ار تساوي 2، اذا عوضنا هون 2 صار عندي 2 زائد بي ناقص 3 تساوي صفر، تطلع البي تساوي واحد، طلب مني البي بس اللي هو قيمته واحد. اعطيني الخيار الثاني كمان، كمان إيه اللي عندنا شيفت فانكسيون، انه هذا بيساوي له هذا، كل شيء عدد، كل شيء اف الاكس تساوي نفسها اف الناقص اكس، يعني اف الناقص 2 هي نفسها اف 2. ما دام هذول متساويين معناتها هذول متساويين، معناتها 2 كا ناقص 1 هي نفسها كا زائد 4. معناتها الكا الوحدة شو بتساوي؟ إذا شلنا كا من الجهتين، كا تساوي 5 بالخيار دي. سؤال 12 كمان تابع شيفت فانكسيون، خلينا نعوض هاي بدالها كمان اف اكس هون واف التنتين هون، صار عندي 3 وحدات منهم تساوي هذا المقدار اللي هو 3 ناقص 2 اكس زائد كا. اعطيني معلومة انه اف 2 تساوي 3، راح اعوض اف 2 بالعلاقة كليتها، صار عندي 3 في اف 2 تساوي 8 ناقص 4 زائد ك. اف 2 معطى قيمة 3، 3 ب 3 9 تساوي 8 ناقص 4 زائد ك، هون 4 بتطلع عندي، إذا نقلناها للجهة الثانية بتصير ناقص 4، 9 ناقص 4 وتساوي الجواب 5. السؤال 13 بيقول لي هذا كيف فانكسيون هنجي سي هذا الثاني، عم يقول ضمن هالمجال هذا، ضمن هالمجال هذا هنا هن من بيناتهم تابع متزايد. هاي الألتان، ألتان فانكسيون دول، هاي تابع متزايد. شو يعني تابع متزايد؟ شو يعني تابع متناقص؟ تعال نفهم شو يعني. ما كان موجودة بالدرس. تابع متزايد إذا أخذنا نقطة أيا كانت A أكبر من B، عندي عدد أخذته أكبر من الثاني، هذا يؤدي صورته لهذا أول واحد في الـ A لازم يكون أكبر من B في الـ B، حتى يكون هذا يؤدي التابع F الـ A متزايد. طيب شو عندكم متناقص؟ طبعا شكله مثلا الرسمه شو يعني، شو معناته هيك بالعاميه؟ اذا اخذناها كل ما كبرنا الاكسات، كل ما كبرت الاكسات بتكبر الصور. يعني شلون بصير موديله؟ هيك مثلا عم بيكبر، كل بتكبر الاكسات عم تكبر الواي، عم تكبر الاكسات عم تكبر الواي، عم تكبر الاكسات عم تكبر الواي، هذا بسموه تابع متزايد، يا هيك او هيك هيك عم بيزيد التابع، بيكون هيك بس انا ما عم بيزيد،
تابع متزايد. هذا أول واحد. نروح للأمثلة بعدين ناخذ التناقص. هلا إنهم بيناتهم عم متزايد بيناتهم، هذا نزل لتحت ما بيصير، وهذا كمان نزل لتحت، وهذا كمان نزل لتحت. شو نبلش؟ ما نبلش إنه بالعكس، ما نعمل هيك إنه عم يطلع هيك، نعمل هيك نحن دوما نبلش نحن من القيمة الصغيرة الرسم للقيمة الأكبر. لذلك هذا هيك ماشي، كمان خطأ، هذا خطأ، وهذا خطأ، وهذا خطأ، وهذا خطأ. هذا الوحيد المتزايد شو بلش من هون هيك، عم يطلع هيك، عم يطلع هيك، عم يتزايد. هذا هو الوحيد اللي بنصح. في واحد تاني متزايد تحت، خلينا نرجع على السؤال 14، خلينا نخلص من المتزايد. عم لي انهم بيناتهم تابع متزايد، خلينا نصبح الرسمة الفاضية هاي. انهم بيناتهم تابع متزايد على المجال من ناقص لا نهاية للصفر. حتى يكون متابع متزايد قلنا لازم يكون اي نقطة باخذة، مثلا خلينا ناخذ قيمتين من هون، ناخذ الناقص 2 والناقص 1. تمام، هي ناقص 1 اكبر من ناقص 2، لازم تحقق انه اف الناقص 1 اكبر من اف الناقص 2. شوف انا تابع بحقق هالشيء، هذا بيطلع صح. تعال نجرب اول واحد، هذا اف الناقص 1 شو بيطلع؟ اف الناقص 1 بيطلع 4، اف الناقص 2 بيطلع 5. خطأ معناتها الأربعة هي أكبر من خمسة، خطأ. هذا أول واحد خطأ. نرجع تاني واحد، إف ناقص واحد هو ناقص اثنين، إف ناقص اثنين هو ناقص واحد، كمان خطأ. إف ناقص واحد وناقص اثنين، إف ناقص اثنين هو ناقص واحد، هل هذا أكبر من هذا؟ كمان خطأ. أي خطأ، أي خطأ، أي خطأ. نرجع الثالث، عوضوا لنا هون اف ناقص واحد، راح يطلع عندي ناقص واحد تربيع واحد زائد خمسة زائد ثلاثة، صار عندي تسعة. أول وحدة تسعة، هل هي أكبر؟ خلينا نعوض. هلا اف ناقص اثنين، اف ناقص اثنين يعني تربيع شو؟ أربعة، هون بيطلع ثمانية، وهون بيطلع ثلاثة، صار عندي 11 و4 15، كمان خطأ. هذا خطأ. نجي على اللوغاريتم، هذا اللوغاريتم زائد بحسب محطون سالب، بس لو زقنا قلنا الاثنين لفوق بتصير يمكن موجبة، يعني بحسن بكتب هيك لوغاريتم اكس قوة 2، بدي اكتب هيك اكس قوة 2 بدي اشتغل. شو بصير عندي؟ بصير عندي إذا عوضنا هون ناقص واحد بصير واحد، يعني بيطلع صفر. وإذا عوضنا الناقص 2 بيصير لوغاريتم، وإذا عوضنا الناقص 2 بيصير لوغاريتم 4، كمان خطأ، هيدا أكبر من الصفر، وهذا خطأ. معناتها هذا الصح، بس نتأكد منه كمان إنه هذا هو الصح، بس نتأكد منه. عوضوا لنا إف الناقص 1، إف الناقص 1 هو بيطلع 1 يعني بيطلع 8 أكبر. اف ناقص 2 بيطلع هون 4، 9 ناقص 4 بيطلع 5، صحيح. شوف شلون كيف شلون صار، اف ناقص 1 اكبر من اف ناقص 2، طلعت صورته اكبر من اف المقدار هذا، وبالتالي الجواب هو ايه. هاي خلصنا من التابع المتزايد. هلا التابع المتناقص، نقول عن التابع انه متناقص اذا كانت ايا كانت ا اكبر من ب، هذا يؤدي اف ال ا أصغر من F في البيت، تعكس متراجع هاي، هذا بسميه F متناقص. عم ينزل، شو متناقص يعني؟ هيك، كل ما عم بتزيد الإكسات، الإكسات هيك عم تكبر صح؟ بس عم تنزل قيمتها، كل ما عم بتزيد الإكسات عم تنزل قيمتها. خلينا نشوف إنهم بيناتهم سؤال 14، إنه بحقق الشيء هذا. وهيك مبين، يعني مبين واضح مثلا الشمس على الجو. اللي هو كل ما بزيد الاكسات شو بسموها المتناقص؟ ازلان. هاي متناقص ازلان اللي هي المتناقصيون، هاي تابع متناقص. انهم بيتهم تابع متناقص، كل ما نزلت القيمه بتنزل كل ما كبرت قيمه الاكسات، كل ما كبرت قيمه الاكسات بتلاقوا الوايات عم تنزل، كل ما كبرت قيمه الاكسات بتلاقوا الوايات عم تنزل. هيك خلص حل التست، ان شاء الله بنكمل التستات يعني بأيام قادمة بإذن الله تعالى، أو نحل التستات بشكل كامل يعني.
السلام عليكم.